عقوبة شارب الخمر هل يقال فيها أنها حد شرعا أو هم باب التعذيرات؟ الحقيقة الذي أنا أراه أن الأمور الاصطلاحية يجب أن لا تغير شيئا من الأحكام الشرعية، فهل ثمة فرق بين أن يكون حدا أو تعذيرا؟ نعم. فأنا أقول سلفا، إن دل الدليل الشرعي على أنه تعذير وليس حدا قلنا بأنه تعذير، ولعل الأمر كذلك إذا ما تذكرنا الحديث الصحيح الذي فيه من شرب الخمر فاجلدوه هكذا، فإذا شرب في الرابعة فاقتلوه، مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل في الرابعة، ولذلك نرى نحن أن الأمر يرجع إلى حكمة القاضي واجتهاده، فإن رأى من المصلحة الدينية قتل الشارب في المرة الرابعة قتله، وإن يرى ذلك أقام عليه الحد المعروف فسواء ما سميناه حدا أو تعذيرا. أنا أقصد بالنسبة للجلد بين عندنا في المحاكم، وأنه إذا ثبت أنه شرب الخمر فإن القاضي يقول ويجلد 80 جلدة حدا لشرب الخمر. هذا بقى التسامح بالتعبير يا اجتهاد يا رأي، يعني بكوني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حده. نعم. فمن الظالم بثوبه ومن الظالم يعني يا رأي يا اجتهاد يا تسامح بالتعبير، هو أنت لا تخالفه في جواز الجلد 80 لكن تخالفه في التعبير. اي نعم. فقلت لك عن التعبير. ممكن في ناس زيادة كيف؟ أحد مستوي يزيدوا له الرخام ولا يزيدوه من باب التعزير إذا له سوابق أكثر من 80 أي يزيدونه كيف؟ لأن كل يعني كرر يعني، لكن من أين جاءوا من هذه الزيادة؟ والله اجتهاد منهم، لأن القاضي له معرفة بالجاني معليش، بس الاجتهاد كما لا يخفى له حدود. نعم. ما مستنده في ذلك الاستناد على مجرد تعزير لا يعطيه مطلق التصرف في التعزير. مثلا الحديث الصحيح يقول ماذا؟ أظن هكذا، أنت على كل حال قد تكون أذكر مني. لا تعذير فوق 10 جلدات، تدري هيك حليل؟ أو لا جلدة أو لا تعذير، يمكن تذكر؟ أظن شيخنا لا جلد، الله أعلم. لا جلد. أظن الله أعلم. خليك ما تذكر شيئا في هذا؟ خذ هنا، خذ إلا أذكره. تذكر نصه هو؟ لا والله لما يذكر معنا. طيب. لا يجلده. بس في يعني 10، في تحديد 10. اي نعم في تحديد 10. لا تعذر فوق 10 اسواق. بس من تكرر الاكثر في ذلك وعاد الكرر عده مرات وتوسع بها مثلا فقدمنا الحديث. يا سلام. قدمنا الحديث في مخالفتين. واذا كانوا يرون ضعفه؟ اعوذ بالله. الحديث متفق عليه عن أبي درداء بن النيار لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. شفنا هذه زيادة جيدة. كيف؟ لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. أي نعم، خلي الأستاذ هي. لا أقصد في قضية القتل. لا لا. تقول حديث أبي داود. كيف؟ أنا ظننتك. لا خاطبني في قضية القتل. كيف القتل؟ نحن كان بحثنا في الشرف. اي ذكرت العشر في الاسواق. إيه؟ ثم ذهب ذهني الى لا باس اي نعود الى ما كان ينبغي ان يخيف الذهن عنده. نعم.
فنعود إليه. طيب شيخنا نعم، لأن هذا الحديث ألا يؤيد ما يقول الأخ؟ كيف لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، ولا النص يعني رد إلا النص الوارد في الحد. أيوة نعم نعم، جزاك الله خير شيخ. أيوة هذا الكتاب. بارك الله فيك أستاذ. طيب شيخ